عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرفي. أبي المنهال وحو يري تابعي قال لي لهذا وحان ويدي لبض الصحابية لك لي لهذا البراء بن عازب إيا زيد بن أرقم أيان صرفك ويدي. فكل واحد يقول متكستول لبدو ذا كم دي وحورني هذا كني خير مني صحابي قالوا ورني كم بايقا خير بضن مدولبا صحابي قالوا كل شيء يئين كخير بذين. وكلاهما يقول لبدو ذا بوحي أرنيين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. رسول كوحو الريبي لبدو بيلا دين عليه الصلاة والسلام عن بيع الذهب بالورق ذهب كي إلا إيبيو وفي الدلق إيبيو دينا حال دين أي تهي أو لبدو أين حاضر أين الله كالقادن أين إمد دين سوق شو نبي قوار ريبي إن لسكو إيبيو هذه الذهب في الدلق إيبين أيو إلا بإلا وين النقضان لبلا كالقادن أيو وإن نبا واحد دين أين سوقين هذا دين سوق شو ريبي نقطة حديث كان واحد سوري بخاري مسلم أي لبدو سوري حديث كان معنيه وراء أن قصر أن أحاديث تهرى أي شيء يا وهذه الذهب لقوا منها يفي الضوء إن دين السوق جري كرين هذا الدين السوق شو الدين أي نقطة أما وحكم إذا الدين نقطان إن ربح عرانا أي نقطة يسوا أي حديث كوك عديه لبدن صحابي هذا الكن يورنا يمد ولي بك كلا إجا خير بدن وحي من باب التواضع وصل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم التواضع يعني سل الرجيين أمدنا بأنو سرق سوق هذين وأنو كبرين أي الله قادنا يا من قبيل التواضع وحلقة قادنا يا سيد السلف وجود ذلك في العلم الشرعي ذا وليه أن كان قبل من هذا إلى ذا مركي ورا الصحابي كان بوتقي أبو أيوب بوتقي مركز واحد دنا كتقي أبو أيوب مركو أشيا جي أيوب كتقي مركز سود دنا زيد بن أرقم أشيا جي زيد بن أرقم مركز أشيا جي مركا صحابة كلا الدوان أيو سمرة والدذال وعلم يكود دذال أيو سيدة أويري يتصبته بسنين.